لا انا حكيت في موضوع. لا انا نايمان جدا دلوقتي، يعني بكره الصبح ان شاء الله بقى اكون صحيح. كلميني في اي موضوع. موضوعي وانا دلوقتي نايمان اصلا، ما بعرفش اتفاهم في اي موضوع. عادل انا عايزاك في موضوع مهم جدا، عايزاك في بيزنس، وبيزنس يعني وقت، ووقت يعني فلوس. بيزنس؟ اتفضلي يا حضرتك. هتخربي بيتي في ايه بقى المره دي كمان؟ هو بدايه غير مشجعه على الاطلاق. حضرتك عايزاني اشجعك اعمل ايه يعني؟ مثلا اقعد اهتف اقول رانيا واسقف لك، ولا اعمل يافطه مكتوب عليها مشروع رانيا؟ انا عايز اعرف انت ليه دايما بتسفه من كلامي ومتسرع كده في احكامك. حاضر اتفضلي. مش هسفه ولا هتسرع، اتفضلي. ارغي 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 ارغي. الاوبن دي، الاوبن دي هو مشروع كل عصر. الاوبن دي مشروع كل عصر لكل سيده في مصر. ده زي قراءة للجميع يعني؟ يكاد يكون، بس هي الفكرة ان الاوبن دي مربح جدا، يعني دخل الاوبن دي يتعدى في الشهر 5000 جنيه. وابو 5000 جنيه ده عايز راس مال قد ايه يعني؟ اديني 3000 جنيه وانا هديهم لصاحبتي تنزل تجيب لي من تركيا هدوم قد كده وهبيعها عندنا هنا. 3000 جنيه؟ انت اتجننتي؟ 3000 جنيه ايه يا هانم اللي انت طالباهم مني؟ ده رقم تطلبيه مني؟ بصي مفيش فلوس. يعني ايه مفيش فلوس؟ ها يعني ايه مفيش فلوس؟ يعني انا من حقي احقق احلامي وطموحاتي؟ مش كفايه ان انا قاعده لك في البيت ما بشتغلش اصلا؟ انا اصلا ما بحبش عندي ست تكون بتشتغل. يا سلام، طب ما اختك بتشتغل. اختي دي من الستات اصلا يعني، وبعدين اختي بتشتغل عشان مطلقه، لما ان شاء الله تبقى مطلقه هسمح لك انك انت تشتغل. يوه بقى دي مش طريقه عيش. على فكره بقى انا زهقت، انت زوج ارستقراطي معاصر. ارستقراطي وكمان بتشتميني باليوناني؟ ايه يا ولاد في ايه؟ بتصحوا ليه؟ اتفضلي يا ماما، الهانم عايزه 3000 جنيه قال ايه عشان تعمل مشروع اوبن بوفيه باين. بطلوا بهل بقى، اسمه الاوبن داي. اهدى يا عادل، اهدى يا حبيبي ونتفاهم. مفيش تفاهم، مفيش مشاريع هتتعمل ومش مطلع ولا مليم. يعني ايه مش مطلع ولا مليم؟ يعني انت عايزني انسى طموحاتي وامالي؟ معلش يا رانيا معلش، انا هتصرف. تتصرفي في ايه يا ماما؟ ماما بعد اذنك يا ماما، الموضوع ده ما يتفتحش تاني، موضوع الاوبن داي ده لا اما بقى اخليه كلوز داي. بس 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 يا حبيبتي قطعتي قلبي. لا لا جرحني جرحني عادل جرحني. معلش يا حبيبتي معلش. ما كنتش اتوقع منه انه يعمل لي بالخشونه والتهور ده كله. قطيعه تقطع الرجاله كلهم كده، اساليني انا. الرجاله؟ ايه ده يا ماما؟ بتنموا على الرجاله ومن غيري؟ لا والله لسه بادئين. طب يلا يا ماما قوليه بسرعه. ها بتنموا في سيره مين؟ ابني حبيبي عادل. يقطع عادل وسنين عادل، عمل ايه المنيل ده تاني؟ كل صحباتي عاملين اوبن دايز وكسبانين جدا ومبسوطين. ليه وليه؟ انا كمان عايزه اشتغل. شبكه علاقاتي بسيدات المجتمع الراقي وسيدات الصالونات المذهب الفاتنات، هم دول اللي هيخلوني اعرف اعمل اوبن دايز واكسب ونغنكوا وننتقل الى مرحله جديده. بقول لك يا رانيا، قولي لي المشروع ده يتكلف كام؟ 3000 جنيه وهنجيب اللبس كله من تركيا، واحنا ممكن نبدا بدايه بسيطه يعني. تركيا 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 تركيا. ماما ايوه، اللبس ده لو اتجاب من الوكاله يكلف كام؟ بمشاره 300 جنيه. 300 جنيه 300 جنيه خلاص يا ماما نجيبه ونضرب ماركات. ونكو ونكيس وكل شيء يبقى كويس. ايوه كويس ازاي؟ احنا كده بنكيس الزبون. التجاره شطاره، والشطره تغزل برجل حمار. واديني في الطلماني يا اناناس. اناناس اناناس. ايوه بيكي، ايوه طبعا بكره الاوبن دي بتاعي. ايوه يا بنتي ايوه. لا ما جبتش من هنا، لا طبعا انا رحت سافرت، رحت فرنسا ورحت تركيا ورحت لبنان. قصدها تقول انها راحت ميدان لبنان، ميدان لبنان وسوق غزه وجابت الاكسسوارات من ارض اللواء. حضرتك بليز ما تفشيش اسرار الشغل بتاعتي. قصدك اسرار النصب يعني، انتوا فاكرين ان حد اشتري منكم الهلايل دي؟ بس اي حبيبتي. لا بصي، لا انا هقولك، انا جبت جينز وجبت شوفونير وجوبلان وجابت عضه الكلب وجابت دمور وجابت لفته. يا بيكي بليز ما تنسيش تيجي بكره. اوكي يلا حبيبتي، باي باي باي. رانيا بطلوا النصب اللي انتوا بتعملوه ده، هو في حد هيشتري الزباله اللي انتوا شاريينها دي اصلا؟ ان شاء الله ربنا هيكرمنا وهنكبر. كبري ايه يا ماما؟ اي كلام بتقولي وانت واقفه على العربيه كبده؟ طب خلي بالك بقى عشان الطحينه خلصت. يا جماعه احنا نسينا نحط البرايس ليست بتاعت الحاجات اللي هتتشرب. البرايس ليست؟ بصي يا حماتي، انا رايي انك انت تطوري برضو المشروع بتاع المشروبات ده وتضيفي ليه مشروع تاني بتاع الاكل، يعني مثلا ممكن تجيبي قد 10 ترغفه عيش فينو مع ربع لانشون مع ربع بسطرمه عشان بقى تكسبي اكتر يعني.
ولا يهمك يا ماجي، تموينك علي انا، واذا كنت تحب ام ميرفت تخش معاكي بالنص انا مستعده اكلمها لك. انا من رايي يا اخوانا بلاش ام ميرفت، لان ام ميرفت مثلا ممكن تخنصر من السكر وتديه لجوزها عشان يبيعوا في القهوه. ماشي عادي ماشي، بكره هتزري في الدموع لما تلاقي فلوس بتجري ورانا. يا سلام فلوس بتجري وراكم بتلعب معاكم السغميه واستخبى الفلوس في الخزنه وانتوا تحطوا ورا عليها وتقولوا فين الجنيه ونص. ايوه 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 بطل كده على النعمه لغايه ما تزول من وشك. هي فين النعمه يا ماما؟ انتوا لسه بعتوا حاجه. اهلا وسهلا، اتفضلوا نورتوا. اتفضلي يا حبيبتي، ذوقي ذوقي ذوقي، عصير عصير عصير، عندي ليمون، عندي عيش، عندي عصير، عندي بطاطس، عصير عصير. ده ب 120 جنيه، ازاي انت عايز تاخديه ب 100؟ اديني عقلك يعني، هو مكسبه اساسا 10 جنيه بس، عايزاني اخسر؟ يعني ينفعك ان انا اخسر؟ هتستفيدي ايه لما انا اخسر؟ بصي كويس كده على الماتيريال، بصي. اوكي هاتيه. كلو 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 كلو، عصير عصير عصير. وده بقى نفس ستيل فستان ملكه البرتغال السابقه لانكشير افرودات اللي لبسته في حنه ابنها الصغير جورج. على فكره ما كانتش راضيه انها تجوزه، البت دي كانت عايزه تديه لبنت خاله اللي هي الكونتيسه سوريا عبد الرب. مش ممكن، ده هايل. هي كانت ماسكه انهي ولايه؟ كانت ماسكه ولايه الكيت كات. هو ده سوني خالص، انا اشتريته خلاص. ده 500 جنيه. اوكي. شيبس شيبس شيبس، عصير عصير، شاي كشري، شاي فتله، شاي مخرز. ادفع كتير تكسب قليل، مين عايز بسكوت؟ مين عايز عصير؟ مين عايز شيب؟ مين عايز شاي؟ مين عايز عصير؟ مين عايز عصير؟ بصي بقى، دي بيجامة الملكة فرفورة اللي كانت بتلبسها في أوضة نومها. واو فانتاستيك. دي اما كانت قاعدة بقى في بيت الطالبات اللي في هولندا اللي عند المفارق. اوه فرفورة. وحضرتك كمان الفرشة اللي هنا دي هتلاقي البنطلون الاستريتش اللي كانت بتلبسه الأميرة نيستو لما كانت بتحضر الفرح بتاع ابن خالتها اللي هو الأمير رومي الخامس. اوه انا شو سمعت الاسم ده قبل كده. اكيد طبعا سمعتيه في اي سوبر ماركت، نيستو رومي. نحاتي لو سمحت ما فوزيش الشغل بتاعي. معايا جبنة نيستو، معايا جبنة رومي، معايا بطيخ، معايا كل حاجات. الله الله يا مدام، الله بدا ستومك ما حصلش، بدا ستومك ما حصلش. انا اف اف على جماله، بصي ماسك بالظبط. يا نهار ابيض حاجه من حته، بس مش شايفاه ضيق نمره؟ هو ضيق نمره فعلا لو حضرتك هتلبسيه في دماغك. يعني حضرتك مين؟ لا مفيش حضرتك، ده انا معدي اهو في الشارع بالصدفه. يعني هو ده مش شارع عادل سعيد ولا ايه؟ معانا بطيخ، معانا كوسه، معانا قار، معانا بسكوت.